أعزائي المشاهدين بضيفنا وضيفكم برجل الأعمال والمستثمر المصري المهندس محمود المزين، وهو رجل أعمال يعمل في قطاع المقاولات في دولة قطر الحبيبة. مهندس محمود، أسعد الله أوقاتك. مرحبا، أهلا وسهلا بك. طبعا احنا سعيدين بكون ضيفنا على هذا البرنامج، برنامج رواد النجاح الذي يستضيف نخبة النخبة من أبناء الجالية المصرية المقيمة على أراضي دولة قطر. يا سيدي، احنا اسعد بك، الله يبارك فيك. يعني مهندس محمود المزين، وانت مهندس مدني تعمل في دولة قطر منذ عام 1993، دخلت هذه الدولة وثم عملت كموظف في دولة قطر، وثم بعدها تسلسلت الى ما وصلت اليه الان، وانت الان صاحب ومدير عام شركة يزوى للمشاريع. نريد اولا ان نعرف السادة المشاهدين حفظا للألقاب، محمود المزين من هو؟ أنا المهندس محمود المزين، تخرجت سنة 1986 من جامعة اسكندرية قسم الهندسة المدنية. نعم. واشتغلت في مصر فترة، أولها كان في المقاولات الخاصة في إنشاءات مطار برج العرب، كان مطار حربي، وبعدين بعد كده انتقلت لبنك الإسكان، وده اللي كان السبب في إن أنا يعني لقيت نفسي في موضوع الاستثمار العقاري. جميل. بعد كده جيت لقطر هنا سنة 1993، اشتغلت في شركة مقاولات فترة بسيطة بتاع حوالي سنة تقريبا أو سنة ونص، ونشاط المقاولات ما استهوانيش بقدر ما استهواني الاستثمار العقاري، فحولت الشركة نفسها بالاتفاق مع أصحابها إلى شركة استثمار عقاري، بتاخد الأرض وبعدين بتحدد الكونسبت اللي هتعمله وبتنشئه كله كامل وبعدين تبيعه. جميل. بدأ الكلام ده من سنة يمكن 95 تقريبا، بدأنا بالفلل اللي هي الصغيرة، بعدين العمارات، بعدين الأمر ماشي بنفس الطريقة دي مع شركاء آخرين لغاية الوضع الحالي، لغاية ما وصلنا للوضع اللي احنا موجودين فيه بقى تصلي. جميل جدا. يعني مهندس محمود المزين، يعني وأنت تعمل في هذه الدولة ودخلت هذه الدولة منذ عام 1993، دعنا نعود إلى الوراء أيضا قليلا، كيف كانت البدايات في مراحل الدراسة في جمهورية مصر الشقيقة؟ يعني الدراسة كانت عادية زي أي واحد موجود. أنا أصلا من محافظة الغربية، بعيدة شوية عن اسكندرية، حوالي بتاع يخش في تقريبا 200 كيلو بيننا وبين كلية الهندسة. دخلت كلية الهندسة اللي كان أيامها ما كانش فيه هندسة في طنطا، فكان أغلب بتوع محافظة الغربية بيروحوا هندسة القاهرة، بيروحوا هندسة الاسكندرية اللي هم عندهم ريكورد عالي، لكن كان ممكن يروحوا جامعة المنصورة أو جامعة المنوفية إذا كان الريكورد أقل شوية أصلا. فأنا كنت من الناس اللي اختاروا هندسة اسكندرية ودخلت قسم الهندسة المدنية
يعني على اساس ان كان ايامها كان في توجه عالي لموضوع الانشاءات وكده، واغلب الناس اصحابنا كانوا بيدخلوا مدني لان كان برضو المستقبل بيقول ان مدني افضل يعني، او كانت رؤيتنا كده. فاتخرجت سنه 86، كان عندي مجموع كبير بس ما حبيت ان اكمل في الجامعه، لان انا طبيعتي محب للبتاع الشغل في الفيلد احس اكتر يعني. نعم. وجاتني فرصه الحمد لله اني اشتغل في مطار برج العرب، كان مطار حربي، كنا بنعمل فيه بعض الانشاءات الداخليه اللي موجوده فيه، شركه مقاولات. فتره بتاع اكتر من سنه ونص سنتين، بعدين مليت من الشغل العسكري يعني. هذه بدايتك العمليه؟ العمليه. نعم. مليت من الشغل العسكري يعني. نعم. تركت الشركة ورحت اشتغلت في شركة بشتغل في العقارات، بعدها انتقلت لبنك الإسكان، كان المجال أوسع في بنك الإسكان في العقارات أصلا. نعم. وفي أماكن كتير في لفيت في مصر بقى في أكتر من مكان يعني. اشتغلت في محافظة الوجه البحري، اشتغلت في شمال سيناء، اشتغلت في مطروح، في شمال الصعيد، أكتر من مكان يعني. جميل جدا. وبعدها انتقلت إلى دولة قطر. كيف جاءت الفكرة أن تنتقل إلى دولة قطر؟ أكيد كان داعم لك في البدايات. كان في بعض أصدقاء لينا في دول الخليج، أغلب المصريين بيسافروا زي ما حضرتك عارف يعني. الخلاصة إن أغلب الناس أصحابنا اللي كانوا مسافرين كلهم كانوا بيشكروا في دولة قطر كشعب، كمناخ للاستثمار، قالوا ده مناخ واعد والبلد هادية وكويسة والناس تعامل معهم في منتهى الجمال يعني. نعم. حبينا ان احنا خنيجي، والحمد لله الفرصه ربنا سبحانه وتعالى يسر الامور، والفرصه جت ان احنا نيجي هنا الحمد لله قطر على سمعه البلد يعني. السؤال هنا، كيف جاءت هذه الشعبيه؟ والله احنا من ساعه ما انشانا الشركه دي عمرها من سنه 2009، منشاه من 2009. شريكنا المهندس جاسم بن محمد بن عبد الله الانصاري، حفيد الشيخ عبد الله الانصاري الله يذكره الخير ويرحمه، كان احنا الاثنين اسسنا الشركه على اساس نستهدف الشريحه المتوسطه من المستثمرين. نعم. ما رضيناش نشتغل في السكيل العالي ولا في السكيل اللي هو المنخفض، السكيل المتوسط. احنا الاثنين شفنا ان هذا الامر افضل، وان المجال ده افضل لينا يعني نشتغلوا فيه يعني. فبدانا بان احنا نعمل فيلل متوسطه معقوله في المناطق اللي هي حوالين الدوحه، اللي هي مرغوبه لسكن الحديث الزواج. وبعدين انتقلنا للعمارات او اللي كان الاساس هو شريحه الاستثمار المتوسط. نعم. قلنا ان ده مكان ممكن تحط فيه رجلك تخن يعني، انا كنت بندور على موضع قدم ليك في بلد النهضه فيها طبعا كبيره، المنافسه فيها عاليه لان في شركات كتير موجوده في البتاع في السوق القطري، سوق واعد وسوق. نعم. مفتوح. بعدين البلد فيها فاسيلتيز مش موجوده في اي مكان تاني. انت عندك هنا يعني احنا طبعا شوف موجودين هنا في الدوحه من سنه 93، من ايام ما كان اخر حاجه في الدوحه الدير الرابع ودوار سلاح الجو على وين رايح هذا البكره. الحين تشوف سبحان الله البلد تضاعفت اكثر من حوالي 6 مرات. نعم. كمان البنيه التحتيه نفسها، البنيه الرقميه الاساسيه في الدوحه اكثر كمان، البنيه الرقميه احنا القدام حاسين بيها كويس قوي اصلا دي. انك انت من الاول بدل ما كان كل امور ورقيه، دلوقتي حاليا بتمسك بس تفتح الجهاز بتاعك الكمبيوتر تلاقي رقم الارض مكانها، كل خدماتها، كل شيء، كل الحاجات دي تغري اي واحد ان هو يشتغل في الاستثمار العقاري. فاحنا استهدفنا الفئه اللي هي المتوسطه اللي موجود، وبدانا ان احنا نشتغل وننمي الشركه على هذا الاساس. جميل جدا. يعني مهندس، تحدثنا من خلال هذا اللقاء عن البدايه وعن بدايتك العمليه والعلميه الى ما وصلت اليه الان، وانت الان المدير العام لشركه يزوى للمشاريع. هذه الشركه الرائده، نتحدث عن المشاريع وعن وايضا نتحدث عن اهم الخدمات اللي تقدمها هذه الشركه من اجل المشاهد ان يرى ماذا تقدم هذه الشركه مشاهداته. الان يشاهدك الملايين عبر الخليج العربي، تفضل. هو الاساس ما انا بقول لحضرتك، كل واحد بيختار مجال محدد عشان يشتغل فيه، طول ما انت تخصصت في مجالك كل ما ابدعت فيه. أحسن. اصلا الاماكن اللي انت بتختارها عشان تشتغل فيها عشان تخدم الشريحه المتوسطه، انت محتاج انك تقدم منتج عالي الجوده
بسعر ما هوش مش عالي عشان تعرف تسوقه اصلا يعني. احنا اخترنا ان احنا نكون مبدعين في التصميم نفسه، تختار المساحة كويس جدا، تختار اللي ياخد الشقة او ياخد الفيلا يبقى عنده مساحة ما هيش كبيرة تمام، ما هوش غالي، وفي نفس الوقت عنده الامكانيات ان هو يستمتع ببيته يعني. وبعدين بتختار المواد اللي هي بتكون مناسبة في سعرها، زائد انك انت تنفذها بشكل جيد، فبالحلقة دي تكون وصلت لان انت ما كلفتش المشتري او الساكن او اللي هيستثمر تاني ويعيد استثمارها او يعيد تأجيرها تاني، ما كلفتوش مبلغ كبير في الشراء، وفي نفس الوقت خد منتج جيد. نعم. موجود اصلا هنا المعادلة دي ما هيش سهلة اصلا انك انت هتعملها، بس انت اللي اخترت الشريحة دي اللي موجودة. اذا كنت عاوز تعمل لكشري وتشتغل في الاشياء الفخمة جدا اللي موجودة، اللي بيجي يشتري الى حد ما بدأش على السعر، بدأ على كواليتي اصلا. واذا عملت شيء خرخيش شعبي اصلا بتكون الكواليتي فيه مش مهمة، لكن الشريعة المتصدية فيها مشكلة كبيرة انك انت عاوز كواليتي عالي وبسعر ما هوش عالي. تقدر تعمل دي ازاي؟ هو دي بقى بتيجي من تراكمات الخبرة في المجال ده. انا شغال بقى لي فترة طويلة قوي، الراجل البارتنر اللي معانا برضو ما شاء الله عليه شاب قطري دماغه كويسة يعني، وبرضو عنده خبرة برغم انه سنه صغير المهندس جاسم، لكنه شخص ناضج فكريا يعني. وده احنا بنشوفه مع الشباب القطريين من مثلا نقول من الفترة اللي هي من الألفينات، دخول الألفينات أو الجزء الأخير من التسعينات. جميل. الشاب القطري بقى أكثر نضجا وأكثر تميزا وأكثر استعدادا للعمل والاستثمار. فالشعب نفسه بيتطور بشكل يعني صراحة مذهل بالنسبة لنا احنا صراحة. جميل. البلد نفسها بتتطور بشكل مذهل يعني. يعني هناك نهضة عمرانية قوية في البلد. ما أنا بقول لحضرتك، أنا من أول ما كنا الدير الرابع هو ده كان أكتر حاجة في البتاع في الدوحة، وكنا فرحانين إن احنا بناخد من دوار الجوازات لغاية المطار بدون توقف إلا في الدورات البسيطة يعني. نعم. أنا كنا مبسوطين بيه خالص. ما شاء الله الوقت تتفرج على الوضع طبعا حاجة تانية مختلفة خالص. صحيح. كأنك دخلت بلد تانية يعني. صحيح. يعني المهندس المدني محمود المزين صاحب ومدير عام شركة يزوى للمشاريع، قبل نهاية هذا اللقاء، وأنت يعني ترعرعت في هذه الدولة ولك أنباع طويل في هذه الدولة، كيف ترى الواقع الاستثماري من أجل تشجيع الاستثمار في هذه الدولة؟ هي ما شاء الله البلد فتحة من فترة طويلة يعني، السوق واعد جدا ممتاز، التعامل نفسه مع البلديات، مع لما تبدأ تتخصص ترخص المشروع تبدأ تسلمه وتعمله بيتطور بشكل كويس جدا أصلا. المشاكل بتعالج بسرعة، لما تظهر مشكلة بيعالجوها بسرعة يعني. صراحة أي واحد بيشتغل في هذا المجال العقد اللي موجودة في مناطق تانية مش موجود عندك هنا، دي ميزة كبيرة خلاص، ما عندكش عقد هنا أصلا يعني. يفرق بقى بينك وبين غيرك المهارة الشخصية بتاعتك وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. لكن كمساعدة من الدولة للمجال اللي بيشتغل مش هتلاقي المكان ده يعني. أعتقد أنت ممكن تقارن حاليا الإجراءات اللي بتعملها عندك تقارن بأوروبا وما كنش تتفوق عليها أصلا. نعم. لأن ما عند زي ما بيقولوا عندنا في مصر ملكش حجة إنك تعمل حاجة كويسة أصلا إلا بكفاءتك الشخصية وتوفيق ربك سبحانه وتعالى. أحسنت.
تحب توجه بطاقة شكر واعتزاز إلى سمو الشيخ الأمير الوالد وأيضا إلى سمو الشيخ تميم عبر هذه الشاشة. الشاشة معك والمايك لك، تفضل. احنا من الناس اللي عصرت سمو الأمير الوالد في أول مكان جاي، مكان طموح يعمل بلد كويسة وبلد محترمة، ونجح في طموحه ده صراحة انه يعمل بلد كويسة تقارن بأوروبا يعني. وبعدين اما جه الشيخ تميم كنا مستفسرين خير، ان الشيخ تميم شاب لسه في مقتبل عمره، عايش الامير الوالد فتره طويله اصلا. المذهل ان هو بنى مباشره على النجاحات القديمه وحط بصمته، ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديله الصحه والعمر. وحاجه تشرف صراحه، حاجه تشرف انك تخدم في بلد بهذه الهيئه يعني. باذن الله. يعني رجل الأعمال والمستثمر المصري، صاحب ومدير عام شركة يزوى للمشاريع.